الخلق من أعدام ثم صلاة على المختار في القدام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث أمامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فاقبى النبينا في خلق وفي خلق فاقبى النبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر
حسن فيه غير منقسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.